بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. آية مشكلة في سورة قاف، ربما يعني تعذروا على كثير من الناس فهم معناها. فهام أن نحن نفسر الآيات الصعبة التي يلتبس على الناس فهم معناها حتى عندما تقرأ تفهم. الله سبحانه وتعالى يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كم أهلكنا قبلهم من قرن. وكل جيل من الأجيال بيطلق عليه كلمة قرن، مسمى بالوقت الذي بيعيش فيه الإنسان، غالبا متوسط عمر الإنسان. فالقرن هو 100 سنة، فكل كلما مرت 100 سنة انتهى جيل وجاء جيل جديد. فجرت العادة عند العرب بتسمية الجيل قرن، يعني 100 سنة، لأن يعني كل 100 سنة بيتجدد. كما قال الرسول في الحديث، قدم الله سبحانه وتعالى أن كل نفس منفوسة، يعني لا تعيش أكثر من 100 عام. كم أهلكنا قبلهم من قرن، يعني كم أهلكنا قبلهم من أجيال كانوا أشد منهم بطشا. كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أكثر قوة، أكثر أموالا، أقوى أجساما وأسماعا وأبصارا وأطول أعمارا. وربنا بيقول على روم: أولم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات فيما كان الله يظلمهم، لكن كانوا أنفسهم يظلمون. وفي الآية الأخرى: وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. وما بلغوا معشار ما آتيناهم، في سورة سبأ، وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي. المعشار قال العلماء عش العش. يعني أنتم يا قريش يا كفار لم تبلغوا 1 على 100 من قوة عاد وثمود، في الجسد، في الجسم، في القوة والعتاد، فيما فعلوا من حضارة، كانوا ينحتون من الجبال بيوتا فارهين. فأنتوا لا تساوي شيئا بالنسبة لهم. أين هم الآن؟ دمرهم رب العالمين، دمرهم سبحانه وتعالى. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، كانوا أكثر قوة وأكثر وأطول أعمارا وأكثر وأقوى صحة وأسماع وأبصار. عاد يعني الواحد منهم يمكن كان يوصل الى 20 ذراع او 30 ذراع طول، يعني 15 متر او 20 متر طول قوة. قالوا: من اشد منا قوة؟ عاد كانوا بيقولوا كده، وكانوا عشان كده العلماء قالوا ان ما فيش حد جاء اقوى من عاد. كانت اقوى قوة في الامم يعني. فقريش لا تساوي شيء، الكفار مكة لا يساوون شيئا بالنسبة لقوة هؤلاء الناس. ربنا بيقول: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. البلاد هنا فيها ايه؟ هنا فيها تقديم وتأخير. كان رب العالمين يريد أن يقول: كم أهلكنا قبلهم من قرن نقبوا في البلاد وكانوا أشد منهم بطشا هل من محيص. نقبوا في البلاد، عبد الله بن عباس قال: أي صاروا وصالوا وجالوا وتاجروا وكسبوا. التنقيب هو شدة البحث، يعني ما طافوا الأرض. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فدائما الكفار أصحاب الأموال والضياع والعبيد يسافرون لإلاف قريش، إلافهم رحلة الشتاء والصيف، سافروا اليمن، سافروا الشام، سافروا هنا وسافروا هنا، ويتاجروا ويتاجروا ويكسبوا أموال. فهو ده معنى كلمة تنقيب في الأرض: كم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. أي طافوا الأرض، فنقبوا البلاد في البلاد، يعني طافوا هنا وطافوا هنا وسافروا هنا وكسبوا وتاجروا هنا وتاجروا هنا. فكان العلماء يقولوا: التنقيب أي الطواف في الأرض، يعني طافوا في كل الأرض. فنقبوا في البلاد هل من محيص، يبقى هنا في تقديم وتأخير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن نقبوا في البلاد وكانوا أشد منهم بطشا هل من محيص؟ هل من مهرب؟ هل من مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ هل نفعهم ذلك؟ هل أنقذتهم أو نفعتهم مكاسبهم وقوتهم عندما نزل العذاب؟ لم ينفعهم شيء.
لم ينفعهم شيء. ف عندما ينزل العذاب لا محيص، لا مفر او لا مهرب من عذاب الله سبحانه وتعالى، خلاص قضي الامر. لغايه ما طول ما العذاب لسه ما نزلش فرصه موجوده. فالانسان الانسان له فرصه ما لم يغرغر او ما لم ينزل العذاب او لم تقوا الساعه. اذا نفخ في الصور وقام الساعه انتهى، او اذا ظهرت ايه عظيمه من ايات الله سبحانه وتعالى، ايات العشر سواء كانت خروج الشمس من مغربها او الداب او خروج الدابه، يبقى لسه الباب مفتوح، باب التوبه مفتوح. ظهرت احد هاتين الايتين اغلق الباب. انسان مات اغلق الباب، او يغرغر وصل لمرحله الغرغره. ايضا اذا نزل العذاب بامه خلاص مفيش توبه. اذا نزل العذاب فعلا وبدا العذاب خلاص مفيش توبه. لذلك هل من محيص هل من مفر؟ ليس هناك مفر. ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وشهد. ان في ذلك لذكرى الى عبره لموعظه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. طب ليه ربنا يقول كان له قلب؟ عمره في حياته ما قال سبحانه وتعالى، عمره سبحانه وتعالى قال وكان له عقل؟ لان ليس العقل قيمه بدون قلب. الم قلوب يفقهون بها ام لهم اعين ينظرون بها؟ ربنا سبحانه وتعالى انما لا تعمل ابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ما قالش انما تعمل العقول. القلب مهم، وعندك كثير من العباقره، اديسون وانشتاين ونيوتن، كل هؤلاء الناس كانوا عباقره ووضعوا نظريات وتاع، لكنهم ماتوا كفارا لم يهدهم عقلهم الى التوحيد الصحيح والاسلام، لان القلب فاسد. القلب هو المهيمن على العقل. لا فائده من الذكاء الفطري العقلي اذا لم يكن هناك ذكاء قلبي، اذا لم يكن هناك بصيره. فالبصيره القلبيه هي الاهم، لان العقل هو المهيمن، القلب هو المهيمن على العقل. لذلك ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. القى السمع لهذه المواعظ، لهذه التذكره، للرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القران وهو حاضر القلب، هو شهيد اي حاضر. ممكن واحد يبقى يسمع هو مش هنا، يقول لك ده مش انت مش معانا خالص، انت معانا بالجسد لكن لست معانا بالقلب. يسمع بالاذن لكن الكلام يدخل من هذه من الاذن اليمنى يخرج من اليسرى. يقرؤون القران لا يبلغ تراقيهم. فهي دي كلمه شهيد، يعني ايه؟ والقى السمع وهو شهيد، وهو حاضر القلب. فإذا حضر، فإذا كان القلب حاضر وأعمل قلبه في كلام الله وكان القلب سليم، لازم القلب لازم يتأثر، لازم. لو القلب سليم لا يمكن قلب سليم يستمع إلى الذكر وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى ولا يتأثر أبدا، أبدا مستحيل. إذا كان القلب سليم لازم هيتأثر بكتاب الله سبحانه وتعالى، وإذا كان كافرا يدخل في الإسلام. أما إذا كان القلب غير سليم حتى لو استمع وهو حاضر قلب لن يؤمن. فلازم يكون القلب سليم، ولازم تكون بتستمع وانت حاضر القلب، وانت مش مشغول بحاجه تانية. فاذا كنت حاضر القلب والقلب كان القلب سليما، وكان القلب سليما ستدخل في حتما في الاسلام وستهتدي بقلب كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا تفسير مبسط لقول الله سبحانه وتعالى كما اهلكنا قبلهم من قرن هم اشد منهم بطشا، اشد منهم قوه، واثاروا الارض وعمروها. فتغتروش بقوتكم، فنقابوا في البلاد، طافوا في البلاد وصالوا وجالوا وكسبوا الاموال ولم تنفعهم ذلك. هل من محيص هل من فرم من رحمه الله سبحانه؟ ان في ذلك لذكرى موعظه لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. ان في ذلك قول قولي هذا استغفر الله لي، ما تنسوش في الجرس والشرق وقناه الصفوف بالدين، ساعدوني على نشر السنه. بقول قولي هذا استغفر الله لي.